واه ايه يا ماهر، مالك؟ ايه ده كده؟ عمك ما يتخافش عليه. ماهر، فكرك يا ماهر لو كل حاجة كانت في يدي مكان ابو هيبة، يعني يا ترى كنت هتبقى في صف مين فينا؟ انا عملت اللي عليا، ربنا يسامحني. يا عاد يطلع ميت يا ابو سلمى، يطلع قدامه للفجر. حق ربنا له، ده يبقى اسطوره. على الاقل ادينا ريحناكم من ضرب النار. يلا بينا نتوه، وهنقعد بالمرة نشرب كوبايتين شاي والرقبة. يلا بينا. عمي ما بيردش، تلقاه فتح البطن الجديدة ومهيز دلوق. هم بينا ابوي نلحق عمي. هم شفته بعيني كابوس كابوس، اكيد انا نايم ما قمتش. البرد في جسمي ساكن، مرضيش يغور. ليله عجيبه، ليله عجيبه، شامم فيها الدم والنار. حاسس بلسعة نار في جسمي، البرد راح، ما بقيتش حاسس بالسقعان. أنا وقعت ولا حقوم تاني؟ أبو هيبة اتخان، طول عمري بخاف من خيانة. يعني انت شفته بعينك؟ متأكد؟ 100,000 جنيه لي والباقي للرجال. ابو هيبة مات!
سند ابو هيبه مات يا سند ابو هيبه مات يا سند شفت انا ابو هيبه مات يا ترى دي اخر نفس ولا لساك حتشقى؟ اقفل المخازن كلها وشدد الحرس على البيوت، من النهارده الدار هيسبح البلاد بالدم. الحمد لله انه لابس قميص وقد الرصاص وعمره واعي. ما حملش يا حكم، تصبر شويه، عاوز تولسني وانا عايش ما مدش. هتسيبني لمين يا عمي؟ انا ماليش غيرك، ده انت فرشتنا وغطانا. بتنوح زي النسوان، شد نفسك بلاش شغل الحريم. ايوه الخبر صحيح، الدم مغرق الدنيا. انت تعمل ايه؟ الو لسه بدري يا ماهر، كانك ما تعلمتش. طياره طياره طبيه ميت. فيك الخير يا إيمان، والله ما عملهاش أخوي. ده ماهر، رد يا بنت. ألو أي ماهر، أبويا ماله؟ ماله جوز يا ماهر؟ طيب طيب أنا جاي. في إيه يا ماما؟ الحق يا أمين، ضخوا قلبي، ضخوا منصور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.